مخاوف كبيرة تنتاب ساكنة دوار الهوانة ببلدية القلعة في ولاية غليزانا بسبب الطريق الذي أضحى يشكل خطرا كبيرا على أبنائهم وحتى على مواشيهم بسبب السرعة المفرطة لمستعمليها، الأمر الذي جعلهم يطالبون بمؤهلات. ويجيب لنا والو غير 3 دولارات ولا 4، ما كاش بزاف. عندنا الدوار تحتاني دار لهيها ودار هنايا ودار الفوق، هذا مكان 5 دولارات وانتهى من هذه المشكلة. خير ما تولي لا يحمد عقباه، الدراري بزاف 4 ولا 5 يخرجوا منا ويدخلوا منا، ورانا خايفين عليهم نخرجوهم ندخلوهم. وهاد الطريق راهي دوك راهي مشكلة علينا، ماشي راهي بالمنفعة علينا دروك. هذه نهار كيخدموها قلنا المودي هنا راهي في الأخرى ديرنا دودانات، والسرعة هنا راهي من 100 120 140 كون تجي ما تأمن، شو ما تأمنش عقلك في السرعة تاعها. في رده على انشغال السكان يقول رئيس البلدية: الانشغال تاعكم موصول، وسوف أقوم بكل مجهوداتي وأوصل انشغالكم إلى المصالح المعنية، وسوف أنسق مع مديرة الأشغال العمومية وبالتنسيق مع المصالح الأخرى. استجابة السلطات المعنية بوضع مماهلات تخضع للشروط والمعايير اللازمة أمر سيقلل من خطر هذا الطريق على أبناء المنطقة من جهة، وسيحافظ على سلامة المركبات من جهة أخرى، لتبقى السياقة دائماً ذوق، فن، أخلاق وتربية.